حاصل ضرب 40 في 150 6000 و 1656 زائد 67 تقريبا 1713، مش عارف طبعا صح ولا لا، يعني انا بقول كده خلاص. جبت كام في الثانويه العامه؟ الثانويه العامه بتاعتي كانت اللي هي القديم، اللي هو النظام القديم، ثانيه وثالثه على بعض، فتقريبا جبت المجموعين على بعض 81 وشويه، حاجه من 10 كده. قول لي نكته بايخه. نكته بايخه اللي هو واحد راح لبتاع حلاوه قال له انا عايز حلاوه، قال له ما عندوش، هو عنده جوه. لو كنت لاعب كره قدم تحب تكون مين؟ احب اكون حسني عبد ربه. قلد نفسك لما بترفض لحد طلب، المرفوض بعد طلب لا يفضل هو لا وخلاص. قالت اف ايه المال حلال اهو، المال ايه الحلال اهو. بتعرف تطبخ؟ لا ما بعرفش اطبخ خالص. لو في ايدك تختار شخصية عالمية واحدة تقابلها تكون مين وليه؟ بحب كريستيانو طبعا. ليه؟ علشان خاطر هو شافه، يعني هو طبعا موهوب وكده، بس انا شايف ان هو اللي فيه ده بسبب ان هو بيتعب كتير قوي، بيشتغل كتير قوي على نفسه. مين مطربك الشعبي المفضل؟ مطربي الشعبي المفضل بحب حكيم، بحب عبد الباسط حموده. بعد خساره ماتش ايه اول حاجه بتعملها؟ لا ما بعملش حاجه، وانا بفضل قاعد مع نفسي كده، ولا بتكلم ولا بتعامل مع حد ولا اي حاجه، بفضل قاعد كده بس مع نفسي كده لحد ما افوق من الصدمه. يعني انت برج ايه؟ برج انا برج الجدي. قلنا اكتر صفه مميزه في البرج دوت، اكتر صفه ان هو ممكن اكون عنيد شويه. هتاف بتحب تسمعه من جماهير الزمالك، اللي هو ابن النادي يعني، عشان خاطر انا من النادي وكده، من صغري انا فيه بصراحه، دي اكتر حاجه بحبها يعني. نديجي المفضل اوروبيا في كره القدم؟ ريال مدريد طبعا. ايه هوايتك المفضله بتعملها في الاجازات؟ في الاجازات دايما بتسافر بقى، بتروح مكان في بحر وبولو كده، يعني دي اكتر حاجه بحبها يعني.